نروح لخليل وضيفة فنان مميز ومحبوب النجم حمزة هوساوي. الكلمة لك يا أبو يوسف. سلم لنا على حمزة. الله يسلمكم. صحيح يعني وصحيح سارة ويوصل سلامكم أكيد الحمزة. حمزة هوساوي يمكن من الفنانين اللي المميزين اللي يواكب يعني الأحداث أول بأول وكل عام يتطور أكثر من اللي قبله ويغير وعنده ستايلات يعني ستايل مختلف عن اللي قبله. عموما هو حب واختار أن تكون بداية عام 2021 الفنية عنده نارية وأطلق جديدة بليبر حتى قبل ما تبدأ السنة بيومين. معنا اليوم مباشرة حمزة هوساوي وألف مبروك أول شيء حمزة على هذه الانطلاقة المميزة لك وطبعا سلامك وصل من سارة وهاني. صباح الخير خليل، كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا حبيب، نورنا اليوم. أنت زي اللي يقول لك سجل هدف في الدقيقة 90، ختمت عام 2020 إلا بشيء إيجابي بدل الضايع. طيب كلمنا عن هذا العمل اللي صنعته أو عملته في أواخر 2020، كان مقصود ولا تأخر هذا العمل؟ لا هو بكل أمانة كانت الخطة أنه هو ينزل في آخر شهر في 2020، لكن ما كانت الخطة أنه ينزل قبل نهاية السنة بيومين، وجات في صالحنا صراحة ونزلت أغنيتين. كان في أغنية الحياة اللي هي كانت مشاركة مع أكثر من 17 فنان شاب عربي، والأغنية الثانية اللي هي Believer وهي الأغنية السنجل اللي حقتي أنا. هذه اللي نزلت قبل نهاية السنة. طيب هذه الأغنية السنجل ليش اخترتها بهذا التوقيت؟ إيش الرسالة اللي حاب أنت توصلها؟ بيني وبينك هو التوقيت ما كان جزء من الخطة قد ما أنه كان نهاية الخطة. لما احنا وضعنا الخطه حقت الاغنيه وقلنا انه احنا نبغى ننزلها ونبغى نصور الفيديو ونبغى نسوي كل الماتيريال الخاص بالدعايه للاغنيه، لقينا انه افضل وقت ان الاغنيه تنزل قبل نهايه السنه. يا سلام. فبالنسبه لي اذا كنت ابى احاول اني انا اسوي رساله من هذه، حقول الشيء اللي في وقته حلو. حلو. وعشان شيء حلو خلينا نسمع شيء حلو من العمل الجديد اللي انت سويته ونرجع لك. Myself that I can know my ground. The moment that I see you grin, I know that I have lost this round. Yeah. The voice inside of me is calling, telling me that I should hold it down. When I'm with you, I just can't win. If I'm a believer. يا سلام عليك يا حمزة، يعني يا هو جاك إطراء كبير من المخرج ومن العاملين عندنا على الفيديو كليب اللي أنت قدمته. ليش أنت دائما تختار يعني نقدر نقول جانب ثاني في عمل الفيديو كليب، نقدر نقول غربي أكثر من شرقي؟ هذا يمكن اختياري اللي أنا أفضله في الميوزك، لأنه أنا كبرت وأنا أسمع هذا النوع من الميوزك، السول والآر&بي والبلوز وفنانين زي مايكل جاكسون زي برينس زي مارفن جاي. يعني أنا كبرت وأنا أسمع للناس هذول، فلقيت نفسي أحب أغني زيهم، لقيت نفسي أحب أكتب بنفس الطريقة وأحب أن أنا أطلع بفكر يخصني أنا، لأنه أنا شخصية مختلفة ولكن بنفس الحس وبنفس اللون اللي أنا كبرت وأنا أسمعه. حلو، كبرت وانت كبير يا حمزة بفنك والأشياء اللي تقدم، لكن إيش هي مشاريعك في 2021؟ هل في يعني أنت عندك توجه يعني أكثر للأغاني السنجل؟ أيوة، خلينا نقول أنه إذا ركزت على السنجلز أكثر فأقدر أن أنا كل ما أشتغل على أغنية وكل ما يجي وقت إطلاقها أنا بعطيها كامل التركيز، بعطيها كامل جهودي وجهود التيم اللي معايا على أساس إنه إحنا نبرز الأغنية هذه، وبعدين نرجع نعيد نفس العملية مرة تانية في الأغاني التانية اللي نسويها. أحس إنه إذا طلعنا بعدد كافي من السينجلز في النهاية ممكن يكون في ألبوم، ولكن هل فكرة الألبوم الآن موجودة؟ لا، هي فكرة مستقبلية. الآن أنا بركز على السينجلز ونزلها واحدة واحدة وإن شاء الله نطلع ونصير ضيوف في البرنامج الحلو ده أكثر من مرة. والله تشرف أي مكان حمزة، لكن أنت وين صورت الفيديو كليب؟ في السعودية ولا خارج السعودية؟ وين بالضبط؟ في السعودية في البحر الأحمر. يا سلام يا سلام. كان في الكروز حق الريد سي سبيريت وكانت يعني مبادرة جدا حلوة، وإن شاء الله أن الكروز ترجع مرة تانية لأنه نفسي كل الناس تجربها.
كنا ماشيين على مد البحر الأحمر من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى النيوم، ورجعنا مرة ثانية. فاستغلينا الرحلة هذه طيب وقلنا بما إن إحنا على السفينة ليش ما نصور فيديو كليب. طيب حمزة خلينا نسمع معك أغنية ثانية لك ونرجع لك. يعني حمزة برافو عليك، أنا عاجبني موضوع أن أنت تطلع بمسار مختلف تماماً يعني عن البقية. كلمنا عن هذا الفيديو كليب اللي عملته وهذه الأغنية تحديداً، إيش أهدافها، إيش المقصد من عندها، إيش اللي تبغاه منها؟ في أغنية بليب صحيح. طيب بالنسبة لي، بما أنك سألتني السؤال هذا حقول لك أول حاجة طرأت في بالي، وهي حاجة تخص الفنانين اللي بيقدموا نفس، مش شرط أقول لك نفس نوع الفن اللي أنا بقدمه، خلينا أقول لك فن مغاير للفن اللي إحنا بنشوفه عامة في المنطقة أو في السعودية تحديدا. الرسالة اللي أنا ممكن أوجهها لهم هي إنه الفرص اللي تشوفها قدامك عشان تخليك إنك أنت تنتج عمل وترفع اسمك كفنان أكثر، don't miss it، لا تطير عليك هذه الفرصة. إذا كان في فرصة إنك أنت تصور حاجة وتطلع بفكرة معينة سويها. الفكرة كانت جدا بسيطة ولكن هي في التنفيذ. في ناس كتير ولا فنانين كتير في نفس مكاني ولا في نفس مرحلتي يحسوا إنه أنا لازم أدفع فلوس كتير، لازم إنه يكون في دعم، لازم إنه يكون في شركة، لازم إنه يكون في، بس أنا أقول إنه مو شرط، يقدر إنه الواحد يكون فنان بأقل التكاليف يطلع بعمل مرة كبير. ايوه بس التيم جدا مهم، لازم الواحد يكون في حوله تيم يقدروا يرفعوه ويشتغلوا. صحيح العناصر واختيار الكوادر رؤية. اكيد مطلب، لكن انتم كفنانين حمزه يعني كان عندكم دور كبير خلال الفتره اللي عدت، هل في خطه لعمل فني مشترك خلال هذه الفتره؟ ان شاء الله في ان شاء الله اعمال كثيره حتكون مشتركه، لانه هذه برضو حاجه جدا مهمه. يعني انت ذكرت نقطه مره حلوه خليل، انه بالذات اللي بيقدموا الفن اللي مختلف عن الفن السائد لازم انه يكون في تعاونات ولازم يكون في كولابوريشنز. وانا ما بتكلم بس فنان وفنان، لا انا اتكلم مثلا فنان ومخرج، انا بتكلم كاتب وفنان، انا بتكلم جميع انواع الاعمال الابداعيه يكون فيها كولابوريشن مع بعض، هذا الشيء حيرفع كلنا. يا سلام، الله يعطيك العافية حمزة هوساوي، كنت يعني متواجد معانا اليوم، نشكرك كثير. شفنا يمكن لك عملين خلال هذه الحلقة ولك أعمال مرة كبيرة، وأتمنى لك التوفيق في كل مشاريعك القادمة. وأروح لهاني وسارة.